السلام عليكم ورحمة الله. نشرة إخبارية جديدة من تن تي في، أهلا بكم. ونبدأ أخبارنا من مجلس الوزراء، حيث عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم اجتماعا مع كل من وزير الداخلية والتموين ووزير الإسكان لمتابعة حملات ضبط الأسعار وتوفير السلع، كما يشهد توقيع اتفاقية قرض البنك الدولي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. هذا وكان إسماعيل قد كلف مجموعة عمل وزارية بسرعة عرض دراسة مشروع قانون التأمين الصحي في صيغته النهائية على مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته بصورة تفصيلية. من جانبه أكد حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية من خلال إنشاء 3 هيئات. واقتصاديا، أعلن أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، أعلن أن البنك سيضخ بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية 8 مليارات دولار لمصر خلال 5 سنوات المقبلة لمساندة الحكومة المصرية لإحداث تحولات اقتصادية جوهرية. وأضاف عالم أن مساندة البنك الدولي ترتكز على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودة تقديم الخدمات والتصدي للتحديات الاقتصادية للبلاد. هذا وتستهدف الحكومة المصرية معدل نمو خلال العام المالي الحالي يتراوح بين 5% إلى 5.5%، فيما بلغ معدل النمو للعام المالي الماضي 4.2%. وإلى أخبار البرلمان، حيث أعلن اللواء سامح سيف اليزال مقرر قائمة في حب مصر تغيير اسم ائتلاف دعم الدولة المصرية إلى ائتلاف دعم مصر، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء المؤسسين، بالإضافة إلى انضمام 8 أحزاب جديدة للائتلاف أبرزها حزب الوفد. هذا وقد اختار الائتلاف بالإجماع سيف اليزال رئيسا له، كما تم الاتفاق على تشكيل هيئة مكتب للائتلاف خلال الفترة المقبلة. ويتضمن مشروع لائحة الائتلاف تمتع كل نائب بصفته الحزبية. الجدير بالذكر أن قائمة في حب مصر قد فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، وصلت إلى 120 مقعدا. وفي تصريح خاص لتن نيوز، أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار أن هناك قراراً حزبياً ينص على عدم الانضمام لائتلاف دعم مصر. وأوضح وجيه أن الأزمة في أن الائتلاف غير محدد المعالم أو الأهداف، لأنه غير مسجل كجمعية أو ائتلاف. واتهم المتحدث الرسمي باسم المصريين الأحرار الائتلاف بأنه يسعى لخطف نواب الأحزاب بناءً على تهديدات من مكالمات هاتفية، مما يدمر الحياة السياسية في مصر. وأوضح وجيه أن المكتب السياسي للحزب سيتخذ كافة الإجراءات القانونية في اجتماع اليوم تجاه من حضر اجتماع الائتلاف. هو النهاردة هينعقد المكتب السياسي، المفروض أن كان فيه قرار حزبي بعدم الانضمام للائتلاف، ولكن في عدد محدود جدا من الأعضاء خالف القرار الحزبي وذهب وحضر الاجتماع. علشان كده هيعقد النهاردة المكتب السياسي اجتماعه، هياخد قرار ناحية الأعضاء دول في ضوء اللائحة، وفي ضوء تعريف هي الأزمة اللي موجودة. في الحقيقة هي مش أزمة اللجنة الالتزام الحزبي، الأزمة اللي موجودة إن إحنا مش عارفين إحنا بنتعامل مع إيه. الكيان اللي بيسمي نفسه الائتلاف دوت، إحنا مش قادرين إن إحنا نحدد إحنا بنتعامل مع إيه بالضبط، لأن الكيان دوت غير مسجل، لا إحنا عارفين ده حزب ولا دي جمعية. الائتلاف بيكون ما بين مجموعة من الأحزاب اللي بالتراضي ما بينها وبين بعض، مش بناء على خطف الأعضاء اللي موجودين في الأحزاب بناء على تهديدات في مكالمات بتجيلهم. اللي احنا كنا بنتمنى اننا نرى حياة حزبية مبنية على أساس انضباط بتعامل ما بين كيانات حزبية ما بينها وبين بعضها، بتتعامل ان هي بتنزل الانتخابات ببرامج وبتتنافس مع بعض. لكن للأسف الائتلاف دوت بيدمر الحياة السياسية، بيقتل التعددية، وبياخد مصر لنفق سياسي مسدود بالفعل هيندم اللي خدنا للطريق ده. ومن سخونة الأخبار السياسية إلى برودة الطقس، حيث أعلن وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية أن احتمالات سقوط الأمطار تقل على المناطق الداخلية الأحد والاثنين، ثم تعاود السقوط بقوة اعتبارا من الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتكون أكثر دروة على المناطق الساحلية، ويصاحب ذلك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة واضطراب لحركة الملاحة البحرية. أضاف سعودي أن الطقس بصفة عامة مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
وإلى أخبارنا العربية والدولية، ونبدأها من سوريا، حيث أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن قرار مجلس الأمن الدولي والخاص بسوريا يعتبر متسقا مع مطالب مصر بضرورة إقصاء التنظيمات الإرهابية عن الساحة وإطلاق العملية السياسية في سوريا للحفاظ على وحدة أراضيها. جاءت تصريحات شكري خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا في نيويورك بحضور نحو 17 دولة. كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع قرارا دوليا بشأن خطة لإحلال السلام في سوريا تدعو إلى عقد اجتماع بين حكومة دمشق والمعارضة السورية لخوض مفاوضات في يناير المقبل. ونتحول إلى الأزمة اليمنية، وفيها دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أطراف النزاع في اليمن إلى احترام الهدنة في وقت عبرت فيه الأمم المتحدة عن قلقها من انتهاك الهدنة. من جهة أخرى، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات التي تجرى في سويسرا بين الحكومة اليمنية والمقاتلين الحوثيين جددوا التزامهم بوقف إطلاق النيران الذي بدأ الثلاثاء الماضي. وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه من انتهاك الهدنة، مؤكدا مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي عاجل للأزمة في اليمن. ونبقى في اليمن لكن ميدانيا، حيث قصفت طائرات التحالف العربي اليوم مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مناطق اللحية وجزيرة عقان ومحافظة الحديدة غربي اليمن. كما شنت الطائرات غارات على أهداف للحوثيين في مدينة المخا الساحلية في محافظة تعز جنوبي البلاد. وفي المقابل تعرضت مواقع للمقاومة الشعبية وبعض الأحياء السكنية في مدينة تعز لقصف من الميليشيات المتمردة. ومن اليمن نتجه شمالا إلى العراق، حيث أعلن اليوم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن الجيش أصبح على أعتاب تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق. وأوضح العبيدي أن خسارة الجيش مدينة الموصل أمام داعش مثلت انتكاسة كبيرة، لكن الجيش العراقي تمكن من استعادة التوازن، وتمثل تحرير الرمادي نقلة نوعية كبيرة. ووجه التحالف ضربتين لداعش أوقعت خسائر كبيرة في صفوفه، ما دفع قوات التقدم السريع للاشتباك مع العدو بمسافة قريبة. وإلى الأزمة التركية العراقية، وفيها دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اتخاذ إجراءات للتهدئة تهدئة التوتر مع العراق وسحب القوات التركية من أراضيه وضرورة احترام تركيا لسيادة العراق، فيما اتهمت تركيا العراق بتقويض الحرب ضد تنظيم داعش المتطرف بنقل شكواه من نشر قوات تركية في شمالي العراق إلى مجلس الأمن الدولي. وفي غضون ذلك صرح وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بأن بلاده لم تدخر جهدا في استخدام كافة القنوات الدبلوماسية مع تركيا من أجل سحب قواتها الموجودة بشكل غير قانوني في العراق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم فتح الصندوق الأسود بحضور وسائل الإعلام تمهيدا لبدء عملية تحليل تسجيلاته لكشف ملابسات حادث سقوط الطائرة الروسية. وأوضح سيرجي درونوف نائب قائد القوات الجوية الروسية أن هناك أدلة تثبت عدم خرق الطائرة الروسية لحدود المجال الجوي التركي، فهي لم تشكل أي خطر على تركيا أو مواطنيها. وإلى أخبارنا الرياضية، ونبدأها بمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي اتحاد الشرطة مع الإنتاج الحربي في الساعة 5 مساء في الأسبوع 9 من الدوري الممتاز لكرة القدم. يحتل الشرطة المركز 16 برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الإنتاج المركز 11 برصيد 8 نقاط. يخوض فريق إمبي مباراة مع المقاولون العرب في 8 إلا ربعا مساء، ويحتل إمبي المركز 8 برصيد 10 نقاط، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز 14 برصيد 6 نقاط.
ونتحول إلى الكويت، حيث أقيمت فيها أمس مباراة استعراضية في كرة القدم بين فريقي نجوم الكويت بقيادة المدرب محمد إبراهيم ونجوم العالم بقيادة المدرب الإيطالي فابيو كابيلو. جاءت المباراة خلال الاحتفالية بافتتاح أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح استاد جابر الدولي رسمياً، وسط حضور جماهيري حاشد امتلأ به الاستاد. ولقى محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق استقبالاً حافلاً من الجماهير الكويتية أثناء مشاركته ضمن نجوم العالم في المباراة. وكان أبو تريكة الذي يلعب بفريق نجوم العالم ضد نجوم الكويت حل بديلاً في الشوط الثاني من المباراة. وآخر أخبارنا من إسبانيا، حيث أسفرت قرعة دور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا عن ثلاثة دربيات تجمع بين حامل اللقب برشلونة مع إسبانيول وإشبيلية مع ريال بيتيس وأتليتيكو مدريد مع ريو فايكانو، فيما سيواجه أتليتيك بلباو فياريال، بينما يلتقي قادش الذي تأهل بقرار من الاتحاد الإسباني على حساب ريال مدريد بسيلتا فيجو، كما يواجه فالنسيا مع غرناطة وميرانديس مع ديبورتيفو لاكورونيا وإيبار مع لاس بالماس. وتقام مباريات الذهاب دور 16 في 6 من يناير المقبل والعودة في 13 من ذات الشهر. ختام نشرتنا الإخبارية، نشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، في رعاية الله وأمنه.